حرق أحد مراكز الاقتراء في العراق أثار موجة غضب عراقية واسعة وتساؤلات كثيرة عن خطورة الوضع السياسي الحالي في العراق بعد دعوات كانت ولا تزال بإعادة الانتخابات التي قيل إنها مزورة بحسب بعض الأطراف، بينما يقول أطراف آخرون إن محاولة حرق صناديق الاقتراء هدفها الأول والأخير ضرب جوهر العراق والعملية الديمقراطية فيها. فرئيس الوزراء حيدر العبادي قالها بشكل واضح إن العملية تأتي في إطار محاولة للنيل من الديمقراطية في بغداد. حريق جديد في مشهد عراقي يسخر برائحة الحرائق، لكن الضحايا هذه المرة لم يكونوا من المدنيين، بل استهدفت النار ما يعتبر حقيقة موقف الشارع العراقي من سياسييه ومنتخبيه. وعلى غير عادتهم كما هو الحال في كثير من القضايا، أجمع السياسيون العراقيون من الأطراف كافة على إدانة الحريق ووصفه بالجريمة النكراء والمخططة لها، حيث اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحادثة تهدف لضرب العراق واستهداف ناجه الديمقراطي، متوعدا من يقف خلف الحادثة بالعقاب المناسب والشديد. أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقال إن الحريق خطط له مسبقا، محملا أجهزة الأمن المكلفة بحماية المنطقة المسؤولية. أما رئيس البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري فدعا إلى إعادة الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن الحريق يهدف لإخفاء عمليات التزوير والتلاعب بالأصوات التي شهدتها الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. وكان الحريق قد أتى على مخازن تعود لوزارة التجارة تم فيها تخزين وثائق انتخابية وصناديق اقتراع، مع تأكيد الجهات العراقية المختصة على أن الصناديق لم تمسها ألسنة اللهب. أمامنا الجملونات الثلاثة فيها صناديق الاقتراع المهمة والأكثر، وهذه الجملونات لم تصلها ألسنة لحد هذه اللحظة. يحتدم النقاش حول نتائج الانتخابات العراقية مجددا بعد الحريق، فيما يتوقع المراقبون أن يبدأ تبادل الاتهامات بين الكتل السياسية، ما يدفع بالمشهد نحو المزيد من التعقيد. انضم إلي مجددا في الاستوديو خبير شؤون الشرق الأوسط علي واكد، مرحبا بك. وعبر خدمة سكايب انضم إلينا المتحدث باسم العشائر العربية السنية في المناطق المتنازع عليها في العراق السيد مزاحم الحويث، مرحبا بك أنت أيضا. أبدأ معك سيد مزاحم، الحريق هذا الذي أثار ردود فعل واسعة في العراق لربما يسلط الضوء على قضية مهمة، ما المنتفع الرئيسي من هذه العملية أو منفذ عملية الحرق هذه؟ هل يمكن أن نشهد سيناريو لربما قادم في العراق إعادة انتخابات في ظل هذه المطالبات من قبل مسؤولين عراقيين سواء على مستوى النواب المنتهية ولاية سليم الجبوري أو حتى على مستوى نائب الرئيس سيد العلاوي الذي قال بشكل واضح بأنه يطالب بإعادة الانتخابات البرلمانية في العراق؟ أهلا أستاذ مهند بك وبضيفك وبقناتكم. نعم، نحن كعشائر عربية سنية اليوم احنا نزلنا بيان وحذرنا واتهمنا السيد سليم الجبوري وراء حرق الصناديق اللي احترقت في الرصافة يوم أمس، ونحن ننظر أنه حرق هذه الصناديق هي استهدافها من قبل سليم الجبوري والنواب اللي صوتوا على القرارات السابقة ضد المفوضية وضد حول عد موضوع عد والفرز اليدوي، وهذه كلها هي هدفها يعني حرق الصناديق هي مدعومة من قبل سليم الجبوري والأتباع لخلق فتنة وجر الشعب إلى حرب طائفية وأهلية، ومن جهة أخرى هم يحاولون إعادة الانتخابات مرة أخرى لأن هم تم معاقبتهم من قبل الشعب كونهم هم من كانوا مسيئين للشعب وهم من وصلوا الشعب إلى هذه الأمور، ويدخلون الشعب بأمور خارجية ليس من صالح الشعب. نعم سيد علي، لمن استمع أيضا وجهة النظر الأخرى وجهة نظر حيدر العبادي قالها بشكل واضح بأن هناك محاولات، وهذه ليست المرة الأولى التي يقول ذلك، محاولات لضرب الديمقراطية في العراق، وكأنه يدافع عن هذه الانتخابات على الرغم من المواقف الأخرى التي تدعو مرارا وتكرارا لإعادة هذه الانتخابات. هي ليس فقط محاولات لضرب الديمقراطية في العراق، هي محاولات لضرب استقرار العراق ولضرب محاولات
يعني تبديل النخب في العراق. هناك جهة فائزة في العراق السيد مقتضى الصدر، سياسة مقتضى الصدر واضحة بالنسبة لاستقلالية القرار العراقي، بالنسبة لعلاقات العراق مع جيرانها هو يريد أن تكون العلاقات بين العراق وبين جيرانها أكثر توازنا، لا أن تنحاز العراق بشكل كبير إلى إيران كما هو حاصل أو حصل في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة. هناك أكثر من جهة معنية، ربما الضيف من العراق يتحدث عن سليم جبوري رئيس البرلمان، وهناك الكثير من خسروا هذه الانتخابات ويكونوا قد يكونوا معنيين بإخفاء الصناديق. يعني ما نفهمه، ولا شك أن وبيان السيد العبادي أو تصريحات السيد العبادي تشير إلى أن هناك إجماع أن الحريق تم بفعل فاعل، أي أن هناك جهة سياسية تقف خلف هذه المحاولة. نحن لا نتحدث عن حادث عرضي، ومن خسر في الانتخابات هم كثر. يعني ربما الضيف يمتلك أكثر معلومات من الميدان في العراق، وهو يوجه أصبع الاتهام نحو جهة أو شخص بعينه، ولكن هناك يعني مجموعة من خسروا الانتخابات. هناك تدخلات إقليمية ولاعبين إقليميون لم ترك لهم نتائج الانتخابات، ولكن العراق مرت بتجربة هذه الانتخابات حتى وإن كان بها بعض الخروقات. في أي دولة لا تجري خروقات؟ حتى هنا في إسرائيل هناك خروقات، وهناك ادعاءات عن خروقات. في الولايات المتحدة آل غور المرشح الديمقراطي تنازل لجورج بوش، رغم أن المعسكر الديمقراطي كان متأكدا من أنه يوجد خروقات، لعدم رغبته بإدخال الولايات المتحدة الدولة الديمقراطية الكبرى في العالم في دوامة التهم والتهم المتبادل. ولكن هذه الخروقات لم تكن بالحجم الذي من شأنه كان تغيير خارطة النتائج بمجملها. لذلك أنا وافق من يقول أن هذه المحاولة هي بالفعل محاولة لضرب ليس فقط الديمقراطية في العراق، وإنما الاستقرار بشكل عام في العراق. نعم سيد مزاحم، مفوضية الانتخابات العليا في العراق قالت بشكل واضح بأنها تملك نسخ اختياطية لصناديق الاقتراع، وحتى قالت بأن الجهات المعنية في هذه العملية كانت تعلم بوجودها. إذن هل يمكن القول بأن هذه الجهات الفاعلة تريد أن توجه رسالة لربما من نوع آخر بأن القادم في العراق هو التصعيد؟ نعم، هي المفوضية لديها وثائق نسخة احتياط من الأسماء والتصويت، لأن هو كله كانت الأجهزة هي اللي كانت من خلال الوصولات وهذه كلها. اثنين، احنا اليوم احنا هو الموضوع سليم الجبوري وموضوع اللي يريد يجر الشعب إلى حرب أهلية وطائفية، هو منه؟ هو البرلمان عند المنتهية ولايته، النواب المعاقبين من قبل الشعب اليوم هم من يحاولون خلق هذه الفتنة. حتى المالكي بالموضوع، يعني أنا أستاذ مهند، يعني المالكي هو من ضمن كتلة سليم الجبوري في هذا الموضوع. يعني سليم الجبوري لديه قائمة والمالكي قائمة، بس في هذا الموضوع المالكي وغيره وهذه كل دعم إيراني، دعم دولي، دعم هي تحاول حرب بين العرب وبين السنة والشيعة، بين يعني هذه كلها. بس شنو احنا اليوم؟ احنا نرفض هذا إعادة الانتخابات، نرفض هذا البرلمان، لأن اليوم هذا البرلمان اللي يقوده سليم الجبوري والقرارات اللي يقودها سليم الجبوري هي قرارات إيرانية تابعة وصادرة من قاسم سليماني. يعني يريد خلق فتنة طائفية وحرب في الشارع العراقي. اليوم احنا عندما قررنا كعشائر عربيه في مناطق متنازع عليها، احنا قررنا ووجهنا الاتهام وسوف نقدم شكوى رسميه امام المحكمه ضد سليم الجبوري على هذه الاعمال التي هو يقوم بها من خلال هذا المنصب، لان المنصب اللي هو يقوده واللي هو متراسه هو خاص للعرب السنه، يعني من حصه العرب السنه. كيف هو يدخل في هذا الموضوع ويقرر قرارات ضد العرب السنة وضد الشعب العراقي اللي خلق فتنة طائفية؟ نعم سيد علي، أختم معك بهذه النقطة. لإيران دور كبير في الشرق الأوسط وخصوصا في الانتخابات البرلمانية العراقية، كيف يمكن قراءة هذا المشهد في ظل هذا الاهتمام الإيراني الكبير بما يجري في العراق؟ يعني الفائز الأكبر في هذه الانتخابات كان السيد مقتضى الصدر، للسيد مقتضى الصدر كما أشرنا، والذي دعا اليوم عبر مقال قام بكتابته، دعا الإيرانيين إلى العراقيين عفوا إلى الوحدة وإلى التوحد وإلى نبذ هذه النداءات التي تدعو إلى انتخابات مجددة، واصفا هذه النداءات بأنها ستكون أساس لفتنة ولنزاع
نزاعات داخلية جديدة العراق بغنى عنها. باعتقادي أن إيران هي إحدى الجهات التي لم ترق لها نتائج الانتخابات. رأينا قاسم سليماني في العراق غداة نتائج الانتخابات في محاولة لتوحيد صف أنصار إيران في المعترك العراقي، ومن ناحية أخرى في محاولة للتأثير على مجريات تشكيل حكومة جديدة قد يكون فيها للمرة الأولى منذ سنوات أنصار إيران ليس اللاعب الأساس. نعم علي واكد خبير شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. والسيد مزاحم الحويث المتحدث باسم العشائر العربية السنية في المناطق المتنازع عليها في العراق كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك أنت أيضا. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود إلى المناظرة اليومية، فتفضلوا بالبقاء معنا.